المتحف مكون مجموعة من الطيور والحيوانات المنقرضة يشوفوها لأول مرة. أعزائي مشاهدي اليوم السابع في جولتنا داخل حديقة الحيوان بالجيزة، معانا جولة داخل المتحف الحيواني. المتحف الحيواني اللي تم فيه تحنيط مجموعة كبيرة جدا من الحيوانات، هتشوفوها بنفسيكوا وهنتعرف على المتحف الحيواني وإيه اللي موجود داخله دلوقتي مع المسؤولة الأولى عن المتحف. دكتورة منال أنسي مديرة المتحف. احنا موجودين دلوقتي في المتحف الحيواني. تاريخ المتحف بيرجع لامتى؟ هو تاريخ انشاء المتحف سنة 1914، اتجدد سنة 63، 88، 2015. في 63 كان معمول المحنطات دي محطوطة في دواليب من الخشب ذات وجوه ازاز. سنة 88 الدواليب الخشب دي بقت ألمونيوم ذات وجوه ازاز. 2015 اتعمل 3 أدوار. الدور الأولاني بيحتوي على 10 بيئات: البيئة الأفريقية، البيئة الرطبة، البيئة الصحراوية، البيئة البحرية، بيئة الأمازون، عالم الوجود، التطور الفرنسي، عالم الشمبانزي، إنسان الغاب، عالم الكيفيات، وعالم المفترسين. ويحتوي على مجموعة من الهياكل العظمية مثل الحوت تلاقيناه سنة 36 على شواطئ بحر الطيب، وهتلاقي كمان محنط هيكل عظمي. طب ممكن يا فندم يعني في جولة كده لمشاهدي اليوم السابع واحنا موجودين دلوقتي معاهم، احنا دلوقتي في بهوة او في الصالة الرئيسية للايه؟ للمتحف. اول حاجة شايفينها مكتوب عليها ايه؟ الحوت ده لقيناه سنة 36 على شواطئ البحر المتوسط. هتلاقي فرس النهر، هتلاقي الخرتيت، هتلاقي الفيل، هتلاقي الاسد، الغزال، الزرافة، هتلاقي مجموعة من الهياكل. الهياكل دي تم العثور عليها بمعرفة؟ لا، كانت موجودة كانت موجودة أصلا في المتحف في الجنينة. في الجنينة وأما نفعت خدنا الهيكل بتاعها. طريقة التحنيط احنا بنحنط ازاي؟ أما الحيوان بينفق بناخد الجلد بتاعه نعمل له عملية دباغة، نحط له مجموعة من المواد الحافظة، وبعد كده نعمل فريم للحيوان من الفوم والألمونيوم، بعد كده نكسو الجلد بتاع الحيوان على الفريم ده، وبعد كده نحط له مواد حافظة عشان نحافظ عليه أطول فترة ممكنة. زي ما احنا شايفين دلوقتي أعزائي المشاهدين في فرس النهر. ده فرس النهر. الفرس النهر موجود حاليا قدامنا. وفي وراه برضو غزال. غزال. غزال اريال. في دب. في دب موجود. دب ماليزي. الكسوري. اللي هو ايه يا فندم بالنسبة للمشاهد العادي يعني؟ الكسوري ده نوع من الطيور شبه النعام كده. برضه في كتير من المجسمات اللي موجوده. الخلاء، الزراف. الزراف زي ما احنا شايفين دلوقتي اللي هو اطول حاجه موجوده. ده يعتبر البهو الرئيسي للمتحف اللي فيه اهم الحاجات او الحاجات الخاصه مجموعه كامله. يحتوي المتحف على 2300 محنط. 2300 محنط وهيكل عظمي وجماجم وروس. يحتوي على اكتر من كده كمان. عندنا اقدم حاجه في المتحف هتلاقيها في الدور الثاني. طب بالنسبه يا فندم للي موجود حاليا دلوقتي، دي البيئه الرطبه.
ده حاجات خاصة بالطيور داخل البيئة. البيئة الرطبة بتاعتها، بناخد الطيور والحيوانات اللي بتعيش على مجاري البحيرات والأنهار، زي العنز، زي الستار، السكرتير، زي أبو سعر. في يا فندم بقى يعني حاجة احنا لسه شايفها دلوقتي، مجموعة دلوقتي من الرؤوس يرجع تحنيطهم لأكتر من 100 سنة. يا المجموعة يعني دي بتعود لمية سنة؟ زي 1900 شاف 25. دي الزرافة المحنطة من سنة 1925. الزرافة ديت يعني احنا بنتكلم دلوقتي في أكتر من كام؟ يعني قرب 100 سنة تقريبا. احنا عندنا محنط في الدور الثاني، ده التمساح الفرعون. ده في الدور الثاني. ده بيرجع فعلا لايه؟ 3000 ل 4000 سنة قبل الميلاد. دوت التحنيط الفرعوني بيختلف عن التحنيط الحديث بتاعنا. التحنيط الفرعوني بيبقى جوه الحيوان كل اجهزته، زي الكلى والقلب والرئتين والمعدة، كل حاجة موجودة الأصلية فيه. لكن أنا شرحت لك التحنيط الحديث بتاعنا. يعني المجموعة اللي احنا شايفينها دلوقتي ورا الإزاز برضو، دي البيئة الأفريقية، مجموعة من الحيوانات اللي بتعيش في أفريقيا، مثل الزراف، الغزال، التياتل، النسور، الشمبانزي، غزال الزراف، أبو عقب، الحمار الوحشي، مجموعة من الحيوانات ترمز للبيئة الأفريقية. حضرتك تقولي إيه لزوار المتحف الحيواني؟ يا ريت يزوروها، ينبسطوا جدا. سعر التذكرة 10 جنيه، الأطفال أقل من 5 سنين ببلاش. هيجي ينبسطوا جدا. المتحف مكون من 3 أدوار، في مجموعة من الطيور والحيوانات المنقرضة، هيشوفوها لأول مرة.